Rahmanin Rahim inneke lemnel mürselin Alâ sıradim müstakim tenzilen azizi rahim İtinzire kamen mâ ünzire âbâühüm fevgâfinûn Lâgâd hakkın kavnu alâ ikterihim fevmle yü'minûn İnnâ ceallâ fî e'nâkihim e'lâlen fehye ilel ezgâni fevmüfehûn وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفِهِمْ سَدًّا وَبِأَيْمَانِهِمْ سَدًّا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ İnna nahnu nuhim ma ta'una kimi ma qaddam ve zarahu ve kulle şeyin nahsina husihim amrihim Rabbim lahum meselen ashaban zaryan İzi can nurşanun Gidersen la ileyhim üzüleyni fe gezzemühüme fe azazna bitalesin fe qalu inna ileyhim nurşanun Qalu ma beşer ümmetüne ve ma enzelle rahmanu min şeyin nezilleti gibi Kâlu Rabbine ya'lem inna ileyküm le müşelû ve ma alina illel belâhu mübin Kâlu inna tedeyarna bikum leylem tentehû lana zumannakum ve leyemessennekum min ya'dami erhîm Kâlu zâhirukum ne'atum ehîm bikrutum vel elbim kâmi müşrikûn فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا ضم كبير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يسألكم أجر وهم مرسلون وما لي أنا أعبد الذي فضلني وإليه تجاري أتخذ من دونه أن يبتكي مثل رحمن بن لا تكن عني شفاعة الدنيا ولا تكن إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربي فاسمعون فادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا ألم يرى كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا مضطرون وإن كل لهم الأرض ليس أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا في جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الجنة يأكلون من ثمره وأعناب فيه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون غاية لهم الليل كسه من ذكرهم الشمس تجري لسفر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كنور للقدير للشمس ينبغي لها أن تكون دولا ولليل سبيل النهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآيات لهم أنا حملنا ذريتهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يا أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يعقلون